حسين على ارض ناحيه تراتول ماجد العمار رقم 8 في نص الملعب، لكن ضغط على اثنين من لاعبي منتخب قطر يضعوها. لسه الاتحاد موجود، باص ناحيه ايمن يحيى للمنتخب السعودي نص الملعب. 10 تحرك ممتاز من عبد الرحمن، هذا هو المهاره عبد الرحمن، مهارته حلوه جدا عبد الرحمن. عدى عبد الرحمن تصويب ارضيه خطيره متابعه جميله منتخب قطر عدى الفوت والهدف جوه الجول جوه الجول. الهدف الاول وهدف للتقدم للمنتخب السعودي بقدم عبد الرحمن بدر. عبد الرحمن بدر سجل مشاهدينا هدف اول في اللقاء، هدف التقدم في مرمى المنتخب القطري من تصويبه بقدم عبد الرحمن ومتابعه من عبد الرحمن بدر عشان يسجل هدف التقدم في اللقاء. واحد لشيء واحد لشيء، هدف اول وحيد في المباراه عبد الرحمن بدر صاحب هدف التقدم واحد المنتخب السعودي. لا شيء المنتخب القطري، هدف الوحيد بقدم النجم عبد الرحمن بدر، هو صاحب فرحة أولى في اللقاء، فرحة أولى في المباراة بالنسبة للمنتخب السعودي متقدم فقط أمام منتخب السعودي اللي احتل مركز ثاني في مجموعة المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط. هجمة مهارة عرضية، ولكن دفاع جيد المنتخب القطري من خليفه سعد باك الشمال رقم 2. كرة أمامية عالية، محاولة سريعة انطلاقة سريعة من عبد الرحمن راشد، لكن ممتاز الدفاع السعودي ممتاز جدا. عمر العود قطع كورته تصل لماجد العماري أمامية الباص، ولكن الدفاع ممتاز من رقم 5 عبد الله جمعة لخليفة السعد رقم 2 باك الشمال تصل لمشعل إبراهيم على اليمين تصل لباك اليمين في المباراة خالد إدريس. كورة أمامية حلوة لناصر عبد السلام، ناصر ومهارة من ناصر بعرضية عالية خطيرة جدا والتعدي منتهى خطورة، تعدي على الشمال يلحق كورته ثانية عبد الرشيد إبراهيم والتصويبة قوية والهدف جوه الجول جوه الجول. هدف جميل جدا جدا، هدف التعادل للمنتخب القطري. يا التصويبة يا التصويبة الجميلة، تصويبة جميلة جدا وهدف جميل في مرمى المنتخب السعودي وهدف للتعادل للمنتخب العنيف في اللحظات الأخيرة. هذه العرضية ممتازة من عبد السلام والعرضية تعدي والمتابعة الجميلة جدا بمهارة عالية، سندة حلوة سندة حلوة أو تصوبة قوية من اللمسة الواحدة جميلة بالقدم اليمنى، تصوبة حلوة جدا وهدف التعادل بقدم عبد الرحمن راشد يسجل هدف للتعادل في مرمى المنتخب السعودي. 1-1 1-1 يمن الهجمة، لكن تصل المنتخب السعودي على الشمال لركان العنزي، ولكن في فاول من مكان خطير ومن مكان صعب وصعب جدا جدا على منتخب العنابي. فاول موجود على خالد ادريس، هذا هو الاعاده الباص الجميله من ركان العنز والاستلام والسقوط من عبد الرحمن، والفاول موجود على خالد النعيمي رقم 4. ضربه حره مباشره من على خط منطقه 18، هيعملوها ازاي هنشوف منتخب لاعبي المنتخب السعودي. هذا هو ابو الخير حارس المرمى وقف الحائط ماشي من لاعبي المنتخب العنابي، منطرفه شويه على الشمال بالنسبه للمنتخب السعودي. شايف كده طبعا عبد الرحمن بدر هو اللي لعب الكوره مع طبعا مشهور والتصويبه حلو مشهور والهدف جوه الجول جوه الجول. الهدف الثاني هدف للتقدم للمنتخب السعودي، تصويبه حلوه بقدم النجم رقم 10 مشهور عبد الله يحطها جميله تروح وتعدي على الشمال الحارس محمد ابو الخير عشان المنتخب السعودي يسجل الهدف الثاني وهدف للتقدم في الدقيقه 40 من عمر الشوط الاول. تصويبه حلوه جميله تروح على الشمال ابو الخير عشان المنتخب السعودي يسجل هدف التقدم في اللقاء. 2-1 في اللقاء، مشهور عبد الله يحط هدف جميل قوي طبعا في زاويه الحارس في زاويه الحارس. تالق في الهجمه اللي فاتت بالنسبه للمنتخب السعودي ركان العنزي، ركان والمهاره لمشهور عبد الله لركان، عدى ركان خطير ركان منتهى خطوره ركان العنزي والعرضيه منتهى خطوره والهدف الهدف 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 جوه الجول جوه الجول. هدف مزيكا هدف مزيكا بقدم
النجم مشهور عبد الله بمهاره غير عاديه بكعب القدم، يحطها جميله جدا عشان تهز الشباك المنتخب القطري، عشان المنتخب السعودي يسجل الهدف الثالث في لقاء اليوم. ثلاثه المنتخب السعودي، واحد المنتخب القطري. ادي هدف، ادي هدف المزيكا، لمسه من ركان العنزي، عدى فتوه عرضيه وبالكعب التعدي من بين القدمين الحارس محمد ابو الخير عشان المنتخب السعودي يسجل الهدف الثالث في مرمى منتخب قطر. ثلاثة المنتخب السعودي، واحد المنتخب القطري. هدفين للنجم مشهور عبد الله، وهدف للنجم عبد الرحمن بدر، وهدف وحيد بالنسبة للمنتخب القطري كان القدم النجم عبد الرحمن رشيد. ادي النجم على اسم المباراة مشهور عبد الله، سجل هدفين النهارده. ادي الهدف الثالث الجميل جدا، حطها حلو قوي، كوبري جامد جدا للحارس محمد ابو الخير حارس المرمى. هدف ثالث في الدقيقة 71 من اللقاء، هدف ثالث عزابي في هذه البطولة. منتخب قطر مشاهدينا اللي لعب لقاء في دور المجموعات، أول لقاء كان تقابل أمام المنتخب الموريتاني وفوز، فاز في سكويت 3-1، ثم اللقاء الثاني كان أمام منتخب جيبوتي وتعادل 1-1. هجمة على الشمال حلوة خطيرة، تا خطورة مرة ثانية راشد، عدى راشد تا خطورة راشد، والهدف جوه الجول، جوه الجول، جوه الجول. الهدف الرابع، الهدف الرابع بمهارة فردية غير عادية بقدم نجم راشد عبد الرحمن، يسجل اليوم الرباعية في مرمى المنتخب القطري. 4-1 بمهارة فردية غير عادية. عادي النجم راشد، عدى راشد بمهارة من خالد وحطها جميلة جدا في التسعينة في شباك مرمى المنتخب القطري. 4 منتخب السعودي، 1 المنتخب القطري. هدف رابع بقدم النجم راشد عبد الرحمن، حطها حلوه قوي راشد كده، اصبحت المهمه صعبه بل مستحيله على المنتخب القطري في المباراه. خلاص المنتخب السعودي راكب المباراه مسيطر مستحوذ على مجريات الامور، وسجل 4 اهداف حتى الان في مرمى المنتخب القطري طوال المباراه. هدف رابع سجله النجم عبد الرحمن في الدقيقه كام؟ في الدقيقه 75 من المباراه، يعني متوقع ربع ساعه نهايه المباراه مشاهدينا.